بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله. ثم أما بعد، دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الإسلام. أيها الرئيس الفرنسي، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين. ثم قال قول الله تعالى: وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أنا أوجه لك رسالة أيها الرئيس الفرنسي، أقول لك مثلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لملوك الأرض الهراقلة والأكاصرة والقياصرة: بسم الله الرحمن الرحيم، من العبد الضعيف عبد الفتاح ابن عمر ابن أحمد حمداش زراوي الجزائري، السلام على من اتبع الهدى. أيها الرئيس ماكرون، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. Mais comme disait, ça pourrait pas être fait, c'est pour ça que je voulais prendre ce qui passe au moment où ça passe. C'est vrai que je voulais prendre ce qui passe au moment où ça passe. الزول في اللونيت ما يسمع. بونجور ا توتي ا توس. الزول مقران. Je reviens sur la vidéo que j'ai postée hier à propos de l'intervention de l'intégriste algérien, le chef, l'émir des salafistes à Madash. Alors, des gens m'ont appelé, me disant de parler en langue algérienne, c'est-à-dire en langue mélangée entre le français et un petit peu l'arabe pour qu'ils comprennent. صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. الوغ صباح الخير حبابنا كاملين اللي كانوا صباح. ميرسي بور لي فلور مدام ليلى، ميرسي بوكو. الناس اللي اليوم لانيفرسير نتاعهم نقول لهم جويو انيفرسير، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الوغ مالغري تو دونك فوالا، الوغ الناس كل صباح النور، صباح الخير عليكم كل. سوسو بونجور، بونجور الناس كل اللي اتصلوا بنا صباح، ميرسي بوكو ا توت الوغ. الوغ الناس تكلموا معايا البارح على لا فيديو اللي درتها على ماكرون، جو ماكرون الرئيس الفرنسي، وحمداش سي مسيو حمداش حسب بروحو. شوفوا يعني الناس، شوفوا يا ناس راكم كنتوا تشوفوا هذيك الرساله هذيك اللي بعثها النبي عليه الصلاه والسلام للملك للرؤساء وكيف اسمه الروان نتاع الوقت هذاك، نتاع الملوك نتاع الوقت هذاك، يقول لهم ادخلوا الاسلام. دركا سي حمداش، سي حمداش الرسول ما كانش، سي حمداش وقيل جاب لي ربي مسكين حسب روحه هو ولا في بلاصه الرسول، واش يدير؟ حتى هو بعث لماكرون وما نعرف علاش ما جابش كيف اسمه ترامب، وزيد بعث ترامب يا سي حمداش، زيد بعث ترامب وبعث لوروا تاع الاسباني وبعث كيما دار الرسول، بعث الناس كل يا سي حمداش. شوفوا يا جماعه اخي، قلت لكم باللي حنا الجزائريين رانا مازلنا ما فهمناش روحنا، قلت لكم ولا ما قلت لكمش؟ شوفوا هذا السيد هذا اللي راهو كان هو من المؤسسين تاع هذه الجبهه الاسلاميه للانقاذ لاشتاب ينكر، وراح تفورما في السعوديه، ضرب فيها مع عبد الباه 10 سنين وقيلة، تعلم مليح الوهابيه وتعلم من هنا، واليوم جاء يطبق فيها في الجزائر ويقول لهم بلي انا راني قبيلي. ما جون سي با، انا عمري ما سمعت له يهضر بالقبيليه، ما نظنش كان يكون قبيلي سي حمداش،
واذا قبائلي يسمى تربى عند القبائل ما يكونش فريمون دوريجين قبائلي باسكو نعرف القبائل بحولها برقاز وثلاث قبائلي اذا بينما كنت مهلي مهلي القبائلي نتاع الصح ما جو بونس با دونك فوالا جو بونس با الوغ واش نقول يا ربي هذا السيد هذا يقعد ما يدير والو هاك تشوف هاو قاعد عنده سلفيين تحتو ما نعرف كيفاش عايش ما نعرف كيفاش جو سي با كل نهار مدير فيديو وكل نهار يتكلم هو باسم الاسلام وهذا السيد هذا مش وحده سي حماد داش هذا مش وحده راهو معاه اخرين جزائريين بالك 60% نتاع الجزائريين مساكن ما على بالهمش يحسبوا باللي الاسلام هذا نتاعهم هما يحسبوا باللي الاسلام نتاعنا حنا لي ترجريان ربي يبعثونا لينا حنا الوغ كو لو كان يرجع للتاريخ ويرجع هذا سي حماداش اللي غالب عليه انا نقول له روح تقرا سي حماداش روح تقرا التاريخ وتشوف الجزائريين كيفاش كانوا حنايا الناس كل صح التاريخ زبرتوه كما قال واحد زبروه الناس اللي يحبوا يقعدوا كما قال واحد خطاش الجزائر على بالك هي والمغرب وتونس ووصلوا حتى العرب كي جاو من كما قال بوتفليقه كي جاو الخيمشه تاع العرب كي جات جاو على كل حال جاو باسم الاسلام وقعدوا خاطر كانوا يقولوا حنا نقعدوا باسم العرب ما يخليهمش دونك هما لاحوا الاسلام في النص باش يقولوا ديجا اسلموا الناس بالذراع قتلوا ناس وذبحوا ناس ها واسلموهم بالذراع وباش يقعدوا ولاو ما يقولوش حنا عرب نو يقولوا حنا مسلمين انا عربي مسلم كيقول لك حنا والامازيغ مسلمين وما عرفوش مي الامازيغ عمرهم ما كانوا مسلمين روحوا تشوفوا التاريخ ما تقراوش التاريخ تاع المزور اللي نديروه بالجزائر ذاك التاريخ المزور هذاك روحوا تقراوا التاريخ روحوا العرب بعد هما بعد روحوا العرب روحوا تشوفوا السعوديه روحوا للعراق روحوا منا اسالوهم اكتبوا يقول لكم انتم ما كنتوش عرب سي دي ليزاجيريان نو سون با دي زارب اي نيتي با دي ميزيلمون كي دخلوا عليهم في دار ضربت الفتوحات كما يقولوا هما الفتوحات يعني ربي سبحانه واش يدير قال العرب بعث لهم رساله وقال لهم روحوا الامازيغ هذو ادخلوا عليهم اقتلوهم اللي ما يحبش يدخل الاسلام اقتلوه وديو النساء تاعهم بيعوهم في المزاد يعني كوم دي اسكلاف واللي ما يحبش يقطعوا له راسه باش يدخل الاسلام شوفوا زعما هذا هذو الناس تخمم باللي ربي يقول هذا الشيء هذا خبوا مليح يا اخي ربي سبحانه عز وجل كن فيكون لو كان عين ربي سبحانه عز وجل اليوم هذا اسرائيل يا اخي راه كما قال واحد محتل فلسطين يقولوا يحتل فلسطين باسكو ما على باليش الارض تاع منه كما قال واحد كل واحد يقول انت عينا بصح روحوا اليوم لو كان عين ربي سبحانه عز وجل يدير كيما هكا تولي اليهود بعد يولي هما بعد يولي فلسطينيين يولي هما بعد فلسطينيين خاطرش ربي على كل شيء قدير ونروحوا للمشكله نتاع النبي عليه الصلاه والسلام كي قال كي عيا باش يقول لعمه ادخل الاسلام ادخل الاسلام ادخل الاسلام وما بغاش يدخل الاسلام حتى نزل كما يقولوا نزلت عليه هذيك الصوره ويقول له انك لا تهدي من شئت يا محمد بل الله يهدي من يشاء ومات عمه بلا ما دخل الاسلام وعلاش كي جاوا باش يقتلوا الناس ها علاش كي جاوا باش يقتلوا الناس ويدخلوهم علاه ما تبقوش بهذه الايه هذه اللي نزلت تبقوها غير على عمر الرسول باسكو عمر الرسول ما يقدروش يقتلوه جاو تبقوها على الجزائريين وتبقوها على التوانسه وتبقوها على المراركة وتبقوها على ليبيا وتبقوها على وصلوا حتى لاسبانيا ومادام ربي هو اللي بعثهم كيفاش ينهزموا في اسبانيا كيفاش انا يبعثني ربي وننهزم جامي لو كان يكون معايا ربي عمري ما ننهزم واللي كان معاه ربي عمره ما ينهزم دونك هما راحوا كيما قال واحد في الاسباني وهزموا تنهزموا في الاسباني ديجا هزمتهم لارين تاعنا كيف اسمها ديهيا وما يعيطوها الكهينه هزمتهم في الدهن المعركه دونك تشوفوا بلي المعارك هذه اللي داروها راهي معركات بين عرب وبين الاجناس الاخرى ما عندها حتى علاقه بالدين وهم يحبوا يدخلوها في الدين بالذراع اذكر ربي سبحانه عز وجل عمره ما يقول شيء هذا وعمره خاطش علاش يخموا برك شويه يخموا برك شويه اسكو تخموا باللي ربي سبحانه عز وجل يبعث التوراه ويبعث الانجيل ومن بعد يخليهم قال با 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 هذوك حرفوهم خليهم يا ولو كان يحرفهم واحد يشعل فيه النار كما قال ثم قبل ما يروح ليوم الحساب يشعل فيه النار ثم كيفاش انت تحرف كلام ربي هذه الاولى ثانيا كيفاش يجي لنا احنا يبعث لنا ويقول لنا لم يرضى عليكم اليهود والنصارى حتى تتبعوا ملتهم يعني ربي ولا نتاعنا احنا يميل معنا احنا دونك هذا ربي تاعنا احنا مش تاع هما شوفوا يعني كيفاش لي كونتراديكسيون اللي راهم كاينين خلينا من هذا كل نرجعوا لسي حماداش
اللي حط روحه هو ممثل نتاع الاسلام. تقدر يا سي حماده تقدر تمثل المسلمين مش ما تمثلش الاسلام ما تنجمش خاطر شكون الاسلام نتاع من ها يعني ربي سبحانه ربي سبحانه علاه بعث النبي سيدنا محمد علاه بعث سيدنا موسى مويس ها علاه بعث الاخرين باسكو بعثهم هما هو اللي قال لهم روحوا مثلوني بصح انت يا سي حماده شكون اللي بعثك انت يا انا ما نقولها حتى لو باب هذا نتاع كيف اسمه لو باب نتاع لي كريتيان باش ما يقولوش السيد هذا راه يهضر غير على المسلمين لي باب تاع لي كريتيان مسيو لو باب انا نقول لك باللي راك ما تنجمش تمثل الدين تاع ربي الكريستيانيزم تاع بابا علاه بابا ميم فوطاو عليه لي كريتيان كاملين وي اذا فوطاو عليك لي كريتيان كاملين تمثلهم هما برك تمثل لي كريتيان تروح تشوفهم واش يحبوا تبني لهم ليزيكليز اللي حبيت تجيب لهم واش ياكلوا تجيب لهم يعني انت يعني كيما الرئيس كيف اسكو الرئيس نتاعنا حنايا تبون يقدر يمثل الاسلام جامي اسكو هذا ماكرون ماكرون ينجم يمثل الكريستيانيزم جامي بوركوا باسكو الديانات نتاع ربي سبحانه عز وجل لو كان رب العالمين عينه باش يبعث واحد ما يسناكش انت يا سي حماده ما يسناكش انت تجي تروح اليوم تقول للرئيس ماكرون تبع الاسلام ولا اذا تحب تمنع روحك تبع الاسلام يعني واش هو يعني انت تهدد فيه ولا كيفاش يعني ما فهمناش يعني والله ما فهمنا يعني واش هذا العقليه نتاعكم هذا ما فهمناش وعلاش مش هو اللي كيما قال واحد ولا واحد اخر اللي يبعث لك انت يقول لك ادخل الكريستيانيزم وعلاه ما تخش انت الكريستيانيزم انت تقول باللي الاسلام هو دين ربي والاخر يقول لك نو الكريستيانيزم هو اللي دين رب العالمين وحنا الاولين والانبياء كلهم من عندنا حنايا والقران تاعكم يتكلم على الانبياء كل نتاعنا بصح انتم كيما قال واحد كل واحد يجبد الاخر مي يا سي محمد تكلم على روحك ما تكلمش انت على كيما قال واحد دخل روحك انت دخلت انت الاسلام يا سيدي مشي حماده كي تخش الجنه خويا سكر الباب على روحك سكر الباب المفتاح ونوح المفتاح كيما قال واحد في البحر مش واحد اللي يدخل معاك الجنه ولا دخل احبابك وصحابك تاع الفيس واش دخلك انت في ماكرون واش دخلك في ماكرون يا اخي قلت لكم يا ناس بلي حنا لي زالجيريان رانا ماناش فاهمين تو دابور الاسلام وحده وثانية اون فو توجور اتر بلو روياليست كو لو روا نحبوا كل نكونوا احسن اكثر مسلمين من المسلمين خاطر حنا ما كناش مسلمين سلمنا من بعد وكانوا مسلمين قبلنا حنا ما سلمناش حنا كنا على اون سلموا بالقوه حنا نحبوا نكونوا اكثر مسلمين من المسلمين ونحبوا نكونوا عرب اكثر من العرب ما نحبو حنا ندافعوا على العربيه حنا على اللغه مش تاعنا حنا ندافعوا عليها اكثر ما يدافعوا عليها العرب هذه وراها ونحبوا نكونوا حنايا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين اكثر من الفلسطينيين غير الصباح لو كان الفلسطينيين يروحوا يديروا كيف اسمهم على اليهود يتفقوا مع بعضهم حنايا ما نقبلوش حنا قال لا ما نقبلوش دونك لازم الناس يراجعوا رواحهم لازمكم تراجعوا رواحكم وغير خموا برك قولوا اسكو ربي سبحانه عز وجل محتاج في واحد كيما هذا اللي قاعد كل خطره يصور لنا هكذا حتى في البحر راح يصور البحر باللبسه نتاعو بالسروال وبالقندوره وقاعد لي في البحر مي يا سي محمد انت اللي غالب عليك اذا راك اذا راه مخ كيما هكذا كيما قال لي واحد الطبيب قال لي يا ولدي تشويت علاه ما يديوهش للسبيطار السبيطار تاع المجانين مي سامحني يا طبيب عندك الحق مي كيفاه سبيطار المجانين انا يبان لي ندوروا الجزائر بالسيلان ونديروها سبيطار مهابي خاطرش 80% راهم مع هذا السيد هذا 80% تاع الجزائريين راهم مع كيف اسمه مع سي حماده شو راهو يقول وكل يحبوا كيما قال واحد يدخلوا الاسلام للعالم كل مش الجزائر يحبوا يدخلوا الاسلام للعالم وكل الجزائريين وكل هو هما اللي يديروا كلش هاكم تشوفوا فيهم كيفاش يحرقوا حراقه يحرق يوصل روحه للموت ويوصل يوصل باكزومبل لايطالي ولا يوصل لفرنسا ولا يوصل من هنايا باش يروح يخدم على روحه ولا باش يروح يدير حاجه لا يروح لازمنا نطبقوا الشريعه ها ولدي انت علاش ما تطبق الشريعه عندك في الجزائر هي ولد في الجزائر في بلادك مو حتى كي تحب تطبق الشريعه في بلادك الناس يقول لك وي من حقه باسكو بلاده او في ساكن فيها عنده الحق انت تجي حتى الناس ما يعطيوكش فيزا باش تعدي وتروح تحرق وكي توصل باش تروح تخدم على روحك ولا ينوع عليك ربي تروح تزوج امراه مسكينه قاوريه تدي لك الكواغت باش تجي تعيش تولي انت تجي تقول لهم حنا نحبوا نطبقوا الشريعه يعني هذا مش هبال يعني مش هبال يا الناس هذا الخطره اللي فات كان واحد بولحيه في باريس واش دار
قعد 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 وراح لم الغاشية الجزائريين ومراكا ومنها ودار راسومبلومون ضده اللي سخط في باريس وبدا يطلع فوق واحد الطابورية وبدا يهضر وحنا ومحمد نتاعنا والنبي عليه الصلاة والسلام وانتوما ما عرفوش هو وعلاه لا ليبرتي ديكسبريسيون انتوما باش تسبوا بها الناس وما نعرفوش يا سي بولحيا يا سي بولحيا على بالك لا بوليس كي جاو وقالوا لك يا روح 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 ما حبوش يهزوك راك شفيتهم راك شفيتهم وهما يطبقوا القانون هما عندهم القانون نتاعهم ما ينجموش يعفسوا عليه خاطر هما يطبقوا ما عطاهمش امر قال لهم جيبوه لو كان عطاهم امر البروكيرور ولا منا ولا منا قال لهم جيبوه راهم داوك التريبيونال التريبيونال اللي يحيلك لا ناسيوناليتي هذيك اللي عندك خدا داوالك باش يقولوا كيما قال واحد عطاولك بار دو كري بار دو كري نحيوها لك ويهزوك ثم ديريكت لايروبور ما تعشي تبيع في البطاطا ثم في الجزائر اذا 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 لقيت الناس اللي يخليوك تبيع البطاطا انت قاعد تاكل عندهم وتشرب عندهم وتداوي عندهم وكيما قال واحد حتى الكرا ما تخلصوش يخلصوه لك هما الكرا يخلصوه لك هما ويخلصوا لك كل هما حتى كيما قال واحد تخلص 20% ولا 10% تروح تداوي عند دي سبيسياليست ما تخلص والو وعطيولك انا رحت طلبت الجنسيه اسكو جاو حكموا عليك قالوا لك روح نعطيك الجنسيه يا اخي انت اللي رحت وحتى كي دخلوك هضروا معاك قالوا لك واش لي فالور دو ريبوبليك وكم ايغاليتي فراترنيتي واش تخمم في المراه كي الراجل ومن هنا من بعد تدي لنا ناسيوناليتي تولي ياك الساعه تولي لهم عزرائيل يا اخي حالة يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي بولحيه مسكين يا اخي كي راح تروح انا كون اي كون جيت كيما انت نكون في بلد في بلد ما في اسبانيا ولا في الروس ولا في الامريكان ولا منا نشوفهم مع يا خويا يسبوا في النبي نتاعي وما عجبنيش الحال نهز الكابا نتاعي ونروح الربع اخويا لبلادي هذا ما ولا نروح نشونج جونج دو بي مين تاب عمي تاكل عندهم وتشرب عندهم وتداوي عندهم شغل بيك زوبل نتا يا سي بوحيا راك رحت لواحد في كاش ما عندكش دار رحت لواحد دخلت له لدارو تاكل عنده وتشرب عنده وترقد عنده وعلى الاخر تجي تحب تقابله وتقول له علاه ما تكونش هكا وما تكونش هكا وما تكونش هكا يا اخي يا اخي عقليه يا اخي يا اخي يا اخي الور راكم شفتوا كيما عديت لكم هاد الناس هادو وما همش غير هما روحوا تشوفوا كيفاش كيما علاه برك انا نحب نقول حاجه برك علاش اسكو حنايا مسلمين اكثر من الاخرين علاه ما يتكلموش هذو سميهم لي ماكرون تكلم قال لهم انا نحب نعدل البلاد يعني والحق قال لهم انا هنايا ما كانش فيها الاخر الاسلام انا الاسلام اللي يحب يجي يدير الاسلام يروح لبلاده قال عنده الحق قال خويا هنا حنا سي لا لايسيتي قال لك حنا تحب تصلي روح تصلي على روحك بصح باش تجي تحب تتخلي القانون تاع لا ريبوبليك وتجي تحب دير القانون تاعك انت تاع الاسلام روحوا ديروا فيه بلادك ظلمك كيفاش هيا انا نبدلوا الايه سيدي ايماجينو انت يا السيد هذا كيف اسمه سي محمد هذا تاع سي كيما يقولوا هذا حمداش نقلبوا الايه سي حمداش يجيو دي فرونسي عندك انت يا ثم في الجزائر هاي ولا يجيو ما على باليش انا يروحوا لتونس ولا يروحوا وين يروحوا ها ويجي ويقول لك اخويا حنا نطبقوا الكريستيانيزم تقبلوه يا واش كيما هما تقبلوا برك بالهضره ولا منا يا اخي تحكموه ديروه شواء عرفوا شي واحد ديروه شواء لو كان تحكموه تشويوه علاه باسكو العقليه نتاعكم محجره العقليه نتاعكم محجره ما نطولش عليكم نقول لكم بون ماتيني جو بارطاج افيك فو مون كافي دو ماتان سي لو دوزيام باسكو لو بروميير ايتي بري ا ليكستيريور افيك ان امي صحة قهوتكم بوتيتور نرجع ان شاء الله في دون لا جورني اذا كما كان دوتر سوجي داكتيفيتي اللي يهموا الجزائر ويهموا لو موند مي هاد الناس هادو ما تبعوهمش يا جزائريين راكم تبعوا الناس هادو والله راكم ديجا كما قال واحد الجزائر رايحه للخلاء ونزيدوا تبعوا ناس كيما هذا اللي ما عنده ما يدير الناس يخدم الناس راهي دير كيما قال واحد تجري على لي فاكسان تجري على الدواوات تجري منا هو يجي يربع لي هكذا وربي قال والرسول قال ايه راح تلعب على روحك يا علي الله